نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأها بالعناوين. المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 62 عاما، ونواب يرون أنه سيسهم في حل أزمة الصناديق الاجتماعية. المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئاسة، وبوتفليقة يطلب الصفح من شعبه في رسالة وداع، ودعوات لانتقال ديمقراطي هادئ ومسؤول. وصول أول الوفود السياحية الروسية إلى مطار فيفا في مفتتح الموسم السياحي لهذه السنة، وسط توقعات بارتفاع بنسبة 34% مقارنة بالسنوات الماضية. أهلا بكم من جديد. صادق مجلس نواب الشعب على التمديد في هذا السن من خلال مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وإتمامه بموافقة 121 نائبا مقابل احتفاظ 11 ورفض 5 آخرين. وبالتالي سيكون سن الإحالة على التقاعد ب 62 سنة، أما من أعمالهم موصوفة بالمنهكة والمخلة بالصحة تكون إحالتهم على شرف المهنة عند بلوغهم 57 عاما. مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تضمن الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من غرة جويليا 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية موفى السنة الحالية، وبزيادة سنتين بالنسبة للأعوان الذين سيبلغون سن التقاعد بداية من غرة جانفي 2020. يكون دخول الحيز النفاذ بشكل معقول، فيه فترة في البداية اختيارية اللي هي من دخول حيز النفاذ لحد 30 جوان. التقاعد هو بسنتين، معناها للناس كل الجليسمون بسنتين للناس كل، هذا أنا بصفة إجبارية، بصفة اختيارية أنه يختار المعني بالأمر قبل 6 أشهر من خروجه للتقاعد يحب يزيد ل 63 سنة ولا ال 64 سنة ولا ال 65 سنة إذا كان يخرج 60، وإذا كان يخرج في ال 55 يولي 57، وبعد يحب يواصل 58 ولا 59 ولا 60، يختار مرة واحدة فوالا، هذا بداية من جويلية، يختار مرة واحدة فقط يمدد سنة ولا سنتين ولا 3 سنوات. كما تم إقرار الترفيع في نسبة مساهمات التقاعد ب 3%، يتولى المشغل تسديد 2% منها على أن يتولى الأعوان المساهمة بنسبة 1% بداية من شهر جانفي 2020. كما اعتبر بعض نواب الشعب أن المصادقة على التمديد في سن التقاعد يمثل جزءا من الحل بالنسبة للصناديق الاجتماعية. أولا يساعد على معناها على تغطية العجز نتاع الصناديق، ولكن يساعد زادة حتى على تحسين من بعد منحة الجراية وغيره، أما خير معناها اليوم ولو أنه أحنا برشا ناس تحب التشبيب في الوظيفة العمومية، ولكن زادة الإطارات متاعنا والكفاءات متاعنا لازمها تقعد في الإدارة. القانون هذايا يحسن في الميزانية متاع الصناديق الاجتماعية، يعطيها فرصة حقيقية معناها مدة على الأقل سنتين لكي تسترجع أنفاسها، ولكن أنا شخصيا لا أرى أنه الإصلاح النهائي. إن شاء الله نكون ساهمنا ولو بقسط عن طريق التشريعات في حل هذا المشكل وفي الإفراج عن المنظومة الاجتماعية بتونس. ما ريناش في مشروع القانون هذا حلول جذرية لازم الصندوق الاجتماعي، بل بالعكس ما زالت الحلول ما تكون كان على حساب الموظف، على حساب المواطن. المصادقة على مشروع القانون تمثل خطوة على درب إصلاح الصناديق الاجتماعية، وذلك في انتظار بقية الإجراءات الإصلاحية حسب بعض النواب. إلى الجزائر الآن. خطاب وصف بخطاب الوداع الأخير وجهه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبعد 20 عاما من الحكم في الجزائر وجه خطابا أخيرا إلى الشعب ضمنه رسائل متعددة بعيد إعلان المجلس الدستوري قبول استقالته وشغور منصب رئيس الجمهورية.
إثر إعلام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري قراره إنهاء عهدته بصفته رئيس الجمهورية. اجتمع المجلس الدستوري عملا بما تنص عليه المادة 102 من الدستور وثبت شغور منصب الرئاسة وقام ببلاغ شهادة الشغور النهائي إلى البرلمان. حسب المادة نفسها من الدستور يجتمع مجلس الأمة الجزائري ويتولى رئيس المجلس مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات الرئاسية. لا يحق لرئيس الدولة المعين في هذه الحال أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وبعد سويعات من إعلان المجلس الدستوري شغور منصب رئاسة الجمهورية وجه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة خطابا أخيرا للشعب الجزائري تضمن رسائل متعددة ومنها طلب بوتفليقة من الجزائريين الصفحة والمعذرة وإعرابه عن الافتخار بإسهابه في تحول الجزائر إلى حال أفضل عما كانت عليه من ذي قبل. استقالة بوتفليقة وانخرج إثرها الجزائريون إلى الشوارع للاحتفال مرددين شعارات تباركها بعد أكثر من شهر من الحراك الشعبي، إلا أنها لم تقلل من عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق جميع مطالبهم ويتنحي جميع رموز النظام القائم في البلاد. ردود فعل الشارع الجزائري إزاء استقالة بوتفليقة رافقتها أخرى دولية. الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن مستقبل الجزائر بيد شعبها. فرنسا من جهتها قالت على لسان وزير خارجيتها إنها واثقة من قدرة الجزائريين على مواصلة التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية. أما روسيا فقد دعت على لسان المتحدث باسم الكريملين إلى انتقال للسلطة في الجزائر دون تدخل خارجي. وفي خبر سياحي شهدت قاعة الاستقبال بمطار فيذا حركية غير مسبوقة بوصول أول رحلة سياحية من روسيا. حطت في حدود الساعة 5 من مساء اليوم طائرة روسية بمطار فيذا الحمامات في رحلة هي الأولى تقل 180 سائحا روسيا اتخذوا من تونس أرض الحضارات وجهتهم السياحية المفضلة. لقد اخترت الوجهة التونسية للاستمتاع بشمسها، لقد علمت من بعض الأصدقاء بجمال تونس وأنا فرحة بهذا الترحاب عقب وصولنا. لقد اخترنا تونس للتعرف على المعمار العربي الإسلامي بها. وبالورود العطرة البديعة تم استقبال السياح الروسيين قبل تحولهم إلى نزل إقامتهم بالحمامات وسوسة والمناسير والمهدية والإعلان عن افتتاح الموسم السياحي لهذه السنة. اليوم إن شاء الله استقبلنا أول وفد سياحي جاء من روسيا فيه 186 حريف. إقامة متاحهم متوزعة على حمامات، حمامات ياسمين ونابل وسوسة مستير مهدية. بالنسبة للعمناول فما تطور، معناتها عمناول عملنا 180 ألف السنة 200 ونطمحوا باش نعملوا 230 ألف. عدد السياح الروس قاعدين نشوفوا فيه في تزايد من سنة لسنة. العام هذا بحول الله نحن نتوقع بكون عددهم باش يكون أكثر من العدد السنوات حوالي تقريب 34-37% زيادة عن السنة الفائتة. ومن المنتظر أن يشهد مطار فيذا الحمامات في قادم الأيام تواترا في عدد الرحلات الروسية بمعدل 3 رحلات أسبوعيا. وفي الشأن الاقتصادي التقى عدد من المستثمرين من تونس والصين في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي الصيني والذي يمثل فرصة للنهوض بحجم التبادلات والاستثمارات بين البلدين. يبلغ حجم التبادل التونسي الصيني ملياري دولار، يساهم الجانب التونسي فيها فقط بنحو 100 مليون دولار، ما يؤشر على وجود عجز تهدف تونس إلى الحد منه عبر زيادة الاستثمارات الصينية في تونس والرفع من حجم الصادرات التونسية نحو الصين. يمكن نشوفوا الوفد اللي جاء أكثر من 200 شخص، يعني من أكبر الشركات العالمية الصينية، وثم عدة لقاءات ما بين عدة شركات تونسية والصينية للاستثمار معا في تونس. يعني ثم مشروع يعني إن شاء الله على مستوى تركيب السيارات، ثم مشاريع أخرى في مجال البترول قاعدين يشتغلوا عليها وإن شاء الله تتجسم في المستقبل. هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص التونسي والصيني. الوفد الصيني يتكون من أكبر المؤسسات الصينية العاملة في قطاع البناء والمقاولات والصناعة، ونحن نبحث عن شراكات مع الجانب التونسي، والحقيقة اكتشفنا عديد الفرص للاستثمار هنا،
فرص ستتدعم خلال المعرض الاقتصادي الذي سيعقد في بكين نهاية هذا الشهر لتطوير التعاون بين هذه المؤسسات. المنتدى الاقتصادي كان فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، وذلك لتطوير الشراكات الموجودة وجلب فرص استثمارية خارجية مباشرة، إلى جانب العمل على توفير آليات لتمويل المشاريع المشتركة. مستوى الاستثمار الصيني ب 12 مؤسسة وحوالي 20 مليون دينار ما زال ضعيف، وبالتالي يجب الارتقاء بهذا الاستثمار، يكون هناك اشتغال على آليات للتمويل هذه الشراكات الاقتصادية. وكما تعرفوا تونس قدمت طلب الانضمام إلى البنك الآسيوي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، وهناك أيضا طلب من تونس للانتفاع بعدد من آليات التمويل الصينية بتمويلات تفاضلية لتسمح بتمويل هذه المشاريع. كذلك قاعدين نشتغلوا بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، قاعدين نشتغلوا بالنسبة لإجراءات الصحة الحيوانية والصحة النباتية حتى نسهل ولوج المنتوجات هذه إلى الصين. وكذلك تم تجربة الآن معناتها بالنسبة للحافلات لبيوس معناتها إلكتريك، قاعدين نشتغلوا فيها كذلك ما بين معناتها رجل أعمال تونسي ومعناتها مؤسسة صينية، وهذا معناتها ينجم يمثل معناتها حافز للمؤسسات الصينية حتى أنها تقوم بتوريد معناها مكونات السيارات. يذكر أن الصين وضعت خطة تمويل بنحو 60 مليار دولار للتجارة مع أفريقيا خلال السنوات القادمة. نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من تنامي ظاهرة الخلط بين المضامين الإشهارية والعمل الصحفي، وعرضت خلال ورشة عمل دليلا يضبط الأشكال المحددة للإشهار التجاري في الإعلام السمعي البصري. عرضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خلال ورشة عمل دليلا يضبط معايير أشكال الإشهار التجاري في الإعلام السمعي البصري، دليل يحمي المؤسسات الإعلامية من الوقوع في الخلط بين الإنتاج الإعلامي الصحفي والمنتوج الذي يستبطن مضامين إشهارية. يعني لاحظنا اللي كون المشغلين معناها يتم إخفاء أو معناها سواء كان عمد أو عن غير قصد، معناها لأنهم هم مثلا يحبوا يظهروا حاجة في العروض نتاعهم يحطوها معناها هي في معناها أكثر أهمية للمستهلك ويتغافلوا أو معناها على بعض المعطيات الأخرى. إذا ثم ظواهر وثم تضخم في هذا الاتصال التجاري وثم أصبح نوع من الهوس وأصبح بعض الصحفيين يطالبوهم أنهم يجيبوا الإشهار، وإذا ما يجيبش الإشهار ما يخدمش. هذاك علاش اليوم باش نتحركوا يعني في الاتجاه هذا. وعرضت الهيئة عينة لتجاوزات تم رصدها في إدراج المضامين الإشهارية في برامجها بشكل يخل بالضوابط المنظمة للقطاع، فضلا عن التحذير من تضرر المستهلك المتلقي لهذا الفيض من تلك المضامين. دفع كبير ياسر من عديد البرامج التلفزية وعديد القنوات للاستهلاك أكثر وللترويج لمنتجات يمكن على حساب عديد الأشياء في علاقة بالمقدرة الشرائية، في علاقة بقيمة المنتوج ككل، كذلك من حيث المصطلحات المستعملة للترويج لهذا المنتوج أو الاستعمال معناته بعض الشخصيات العامة. ودعا المشاركون في ورشة العمل إلى إرساء هيكل موحد يعنى بمراقبة الإشهار التجاري يضم جميع المتدخلين في هذا المجال. في أخبار الرياضة، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبول الطعن المقدم من نادي قسنطينة الجزائري بعد قرار حرمانه من جماهيره في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وبذلك ستدور المباراة السبت المقبل بداية من 8 مساء بحضور الجمهور. والآن مشاهدينا مع تذكير بأبرز عناوين النشرة. المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 62 عاماً، والنواب يرون أنه سيسهم في حل أزمة الصناديق الاجتماعية. المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئاسة، وبوتفليقة يطلب الصفحة من شعبه في رسالة وداع، ودعوات لانتقال ديمقراطي هادئ ومسؤول. وصول أول الوفود السياحية الروسية إلى مطار فيضا في مفتتح الموسم السياحي لهذه السنة وسط توقعات بارتفاع بنسبة 34% مقارنة بالسنوات الماضية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.